الرادار تحليل استراتيجي عسكري مع هشام خريسة. ملفنا لهذا اليوم دير الزور، صراع الثروة والثورة. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رادار. بعد أكثر من سنة على استيلاء تنظيم الدولة على محافظة دير الزور الغنية بالنفط والغاز، هل خرجت المحافظة فعلا التي أذاقت النظام الويلات وتحررت مدنها قبل المدن السورية من دائرة الصراع المحلي لتدخل في دائرة الحسابات الدولية؟ كيف سقطت المحافظة بقبضة تنظيم الدولة الإسلامية؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ وأين انتهى الحال بفصائلها المتعددة؟ وهل ساهم الائتلاف بذلك؟ وأيضا هل ساهمت الحكومة المؤقتة بذلك؟ ولماذا لم تصبح بنغازي سورية والداعم الاقتصادي للثورة السورية؟ ولعل سؤالا يؤرق الجميع ولم نجد له إجابة، لماذا استعصى مطارها على الجميع وظل صامدا يضيق المدنيين الويلات؟ هل تعد دير الزور علامة على تعاون تنظيم الدولة الإسلامية والنظام على حرف مسار الثورة؟ أسئلة متعددة نتناولها في محورين. المحور الأول، دير الزور الأهمية الاستراتيجية للنظام والمعارضة على حد سواء. المحور الثاني، الصراع على الثروة، هل حرف الثورة؟ وضمن هذين المحورين وما سينبثق عنهما من تساؤلات أستعرضهما مع ضيوفي لهذه الحلقة، المحلل العسكري العميد الركن الطيار حاتم الراوي، المحلل العسكري العقيد الركن المظلي فايز الأسمر، والمحلل الاستراتيجي من باريس الدكتور وائل الحافظ. ولكن بعد أن نلقي الضوء على مستجدات هذا الملف من خلال هذا التقرير. دير الزور المحافظة الثانية من حيث المساحة بعد حمص، والأولى اقتصاديا في سوريا، بل هي سلة سوريا من حيث الزراعات الاستراتيجية والمياه والثروة الحيوانية، وهي التي تسبح على بحيرة من النفط فضلا عن الغاز والفوسفات والملح الصخري. عرفت المحافظة تهميشا تاريخيا منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في 8/3/1963، وهي المحافظة العربية السنية بكل معنى الكلمة، حيث القبائل العربية الأصيلة. وفي الثورة السورية كانت سباقة في تلبية نداء درعا، وعرفت أكبر تظاهرة في تاريخ الثورة السورية السلمية، وتنافست مع حما من حيث الحشد الشعبي السلمي، وقدمت مئات الشهداء قبل أن تنتقل للعسكرة بعد أن اجتاحها النظام وارتكب فيها أقصى المجازر من قبل فرق الموت كمجزرة القصور والمقابر والجورة. تحررت مدنها قبل المدن السورية، فقد كان تحرير البوكمال والميادين وسقوط مطار الحمدان وكل الريف الشرقي وأكثر من 70% من المدينة، ولم يبقى للنظام سوى أحياء الجورة والقصور وهربش، وظل مطارها المدني العسكري لغزا في صموده حتى الآن. وجدت النصرة فيها حاضنة شعبية، ولكن كثيرا من الفصائل تركت قتال النظام وانشغلت باستخراج وبيع النفط، حتى وقعت فريسة في يد تنظيم الدولة الذي اتهم بارتكاب مجازر بحق أبناء الشعيطات، وانتهى الحال بفصائلها للخروج للقتال بجبهات أخرى أو مبايعة التنظيم أو اللجوء إلى تركيا. ويرى مراقبون أن تحرير دير الزور كان يمكن أن يشكل قاعدة لتحرير سوريا مع الاستفادة من ثرواتها الطائلة، ولكن يبقى السؤال، من أضاع دير الزور؟ وهل هناك رغبة دولية بأن تبدأ سوريا الداخلية من دير الزور؟ نرحب بضيوفي على المحور الأول، المحلل العسكري العميد الركن الطيار حاتم الراوي،
والمحلل العسكري العقيد الركن المظلي فايز الأسمر. أهلا وسهلا بكم ضيوفا أكارم. فقط نود أن نشير إلى نقطة فيما يتعلق بدير الزور ونحن نتابع الأحداث الجارية أولا بأول. سوق الجورة والقصور الواقعة تحت سيطرة النظام أو ما يطلق عليه النظام في مسمى حضن الوطن، الأسعار حددها الأمن العسكري والذي تحول واجبه من حماية الجيش العربي السوري من غطرسة إيران وتجسس إسرائيل معبر لبغيله، الأسعار التالية حددها الأمن العسكري وهو بالمناسبة هو الذي يشتري ويوزع هذه المواد. كيلو البرغل بدير الزور بالجورة والقصور 500 ليرة، وكيلو الطحين الأسمر 200 ليرة، وظرف شراب 10 جرام 125 ليرة، وكيلو اللحمة 5000 ليرة، وكيلو المندورة 1100 ليرة، وكيلو الباذنجان 1500 ليرة، وكيلو الملوخية بعيدانها 500 ليرة، وكيلو البامية 1800. هذه الأسعار الآن، فأين هذا الوعد الذي وعده النظام للشعب السوري بحياة الرفاه تحت ظله؟ نعود إلى السؤال الأول إلى المحلل العسكري حاتم الراوي. سيادة العميد، كيف سقطت دير الزور بيد التنظيم وكيف التف عليها التنظيم ومن أين يأتي بخطوط الإمداد، وهل هي فعلا سقوطها أصبح أمرا واقع لا نقاش فيه؟ السلام عليكم. سلامي لك دكتور هشام ولضيفك الكريم العقيد فايز والأخوة المتابعين. أهلا وسهلا بك. سقطت دير الزور، والسقوط لم يكن مفاجئ، ودخول تنظيم الدولة لم يكن مفاجئ، وكنا قد حذرنا من دخول الإسلاميين المتطرفين من قبل أكثر من عام، حيث أن الثوار استطاعوا السيطرة على كامل المحافظة عدا الهلال، أسميه الهلال الذي يحيط بمدينة دير الزور من الجنوب وعلى صغره، إلا أنه يحتوي على المواقع العسكرية المهمة، فهو يبدأ شرقا من المطار وحاضنته قرية الجفرة، وهذا على مدينة على مدخل الشرق مدخل الميادين وبالتالي العراق. ثم إذا تدينا غربا نأتي إلى الجبل وحيث تتركز المدفعية، طبعا هو الجبل ليس بجبل عالي، هو عبارة عن اختلاف منشوب، يعني المدينة في سرير الفراس والجبل هو المرتفع الطبيعي الذي يشكل امتداد بادية الشام. هذا الجبل توجد عليه المدفعية المتسلطة على مدينة دير الزور، يصل غربا إلى دوار البانوراما أو مقر اللواء 137 مشاة ومنطقة الفيلات، دخولا إلى القصور الجورة. طبعا القصور الجورة يوجد فيها المربع الأمني. ننتقل باتجاه الغرب إلى عياش حيث توجد مستودعات عياش. هذا الهلال بأكمله لا يتجاوز طوله من 15 إلى 18 كيلومتر، وهو ضيق، إلا أنه لوقوعه في هذا المرتفع فهو يشكل سيطرة على مدينة دير الزور. هذا ما لدى النظام. باقي المناطق كاملة بيد الجيش الحر، وبدأت جبهة النصرة تتشكل في المنطقة وتأخذ قطاعات، وكانت مهادنة جدا بالنسبة للمدنيين وللجيش الحر، كانت مرنة إلى حد ما. لكن الغريب ما حصل أننا بدأنا نلاحظ أن منابع الدعم للجيش الحر بدأت تجف، إلى الدرجة أن المنتمين إلى الجيش الحر تقطعت بهم السبل تماما. نعم. إلى درجة الجوع. أنا أحب أن أروي حادثة، التقيت بضابط منشط برتبة نقيب داخل مدينة دير الزور في تلك الفترة قبل دخول داعش، فقال لي أنا أعمل على طراد، يعني الطراد زورة صغير يعبر فيه ركاب من على ضفتي النهر.
جزيرة وشامية احنا حسب تعبيرنا المتعارف عليه محليا. فقال لي انا اعمل على هذا الطراد طيلة النهار مساء احصل ما يعادل 700 الى 800 ليرة سورية، اذهب واشتري سندويشة اكلها وبباقي المبلغ اشتري طلقات لبندقيتي واذهب الى الرباط، اقاتل طيلة الليل وانام ساعتين ثلاثة وارجع اليك. هذا ما وصل اليه الجيش الحر. وهنا نبهنا وصرخنا كثيرا، بدأ العناصر الجيش الحر ومنتمين الجيش الحر يدخلون إلى النصرة وينضون تحت رايات النصرة، لا لقناعة عقدية ولا لالتزام فتني، إنما لضرورة. هذا تقطعت فيه السبل، لا عاد يقدر يرجع يمارس حياته الطبيعية ولا عاد يقدر يستمر يقاتل بدون أي دعم. وهنا أحب أن أجيب على تساؤل كنتم طرحتوه في بداية برنامجكم، أن فيما إذا كان للائتلاف أو الحكومة المؤقتة دور نعم. فيه نعم صحيح، الائتلاف والحكومة المؤقتة هما راعيان هذه الحراسة للأرض. الائتلاف والحكومة المؤقتة هما اللذان جففا المنابع عن الجيش الحر. لماذا جففاها؟ والله لماذا جففا هذا السؤال؟ أنا لا أقول أنه برسم الائتلاف والحكومة المؤقتة، ولكن برسم من كان يوجه الائتلاف والحكومة المؤقتة ولا يزال يوجههم إلى الآن. الائتلاف والحكومة المؤقتة صراحة ويعني مع احترامنا للجميع، هم موظفون يعملون لدى من يدفع لهم المال ويسيرهم، لا غير أصحاب قرار، يعني ليسوا أصحاب قرار، حيث أننا وحت أصواتنا ونحن نصرخ يا جماعة ضاع الجيش الحر، تفتت الجيش الحر. وهكذا ننتقل إلى الجانب النفطي. تفضل. الجانب النفطي أيضا، نحن المنطقة الشرقية منطقة عشائر، هذا الشيء معروف، مباشرة العشائر نظر هاي مراعينا وهاي أراضي أجدادي وهاي أراضي القبيلة الفلانية، فكل عشيرة سيطرت على الآبار الموجودة ضمن أراضيها. وحتى القتال الذي حصل على النفط حصل قتال بسيط جدا، يعني لم يحصل القتال بمعنى أنه والله جيوش قابلت بعضها وعشائر قابلت بعضها، حصلت اقتتالات بسيطة جدا لأنه المنطقة مقسمة بشكل طبيعي وكل عشيرة أخذت. حتى اطلعنا على سجلات لكثير من هذه العشائر كيف توزع الثروة. طبعا أنا لا أقول أن هذا الكلام أفرج من اللصوص ومن المنتفعين ومن الكثير من الفاسدين والسيئين، لكن بالشكل العام كانت توزع العائدات على المستوصفات والمدارس وإصلاح الطرق وإلى آخره. هذا الشيء نحن كنا مطلعين عليه ونشهد به. الآن لما دخلت داعش على ماذا كانت تسند؟ كانت تسند على الآتي: رؤساء عشائر أو ممثلي عشائر أو شيوخ عشائر سنهم ما شئت مفلسين بظروف صعبة جدا ولحالة مادية سيئة، استطاعت داعش أن ترسل لهم قبل وصولها التطمينات بأنه أموركم المالية محلولة وستكونون أصحاب سيطرة وأبناءكم يقفون على الحواجز، فاشتروا ولاءاتهم قبل أن يصلوا إليهم. هذا الشيء نعرفه نحن. الجيش الحر مفتت ولم يعد يشكل أي ثقل. جبهة النصرة كانت ثقلها موجود في الشحيل، جديد بقارة، الجديد عقيدات، الميادين. حصل صراع حقيقي وقتال
ولكن كان في دخول لداعش بأرتال كبيرة جدا لا يمكن لجبهة النصرة فيها الإشحيل أن تقام. أبيدت الإشحيل، استمرت الحملة باتجاه جديد عقيدات الجدارة، وأيضا بنفس القشوة وبنفس اللي سيطرت عليها امتدت باتجاه الميادين. اتفق أبناء الميادين مع جبهة النصرة جيش الحر كل من حمل السلاح في الميادين على أن يشكلوا طوق حديدي حول الميادين، وهنا بيت القصيد، هنا النقطة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. تفضل. شكلوا عدة أطواق من مقاتلين أقسموا أن, 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 أن لا يمكن أن تدخل داعش إلى الميادين، وعندما اقترب داعش من حدود الميادين كانت المفاجأة لأن التفت المقاتلين إلى الخلف وإذا بهم يروا أعلام داعش ترفع على بعض مقرات جبهة النصرة، وأؤكد على بعض وليس على جميع المقرات، هذا الكلام نحن مسؤولين عنه. نعم نعم. مشان ما نكون قد ظلمنا الناس بشكل عام. يعني خلايا نائمة كانت من ضمن جبهة تماماً النصرة؟ تماماً، خلايا نائمة وكانوا جبهة نصرة وعايشين ومع الجيش الحر ويقاتلون مع الجيش الحر، ولم تكن لهم أذية على أحد نهائياً في المنطقة، وكانوا مقاتلين فجأة وإذا بهم يرفعون أعلام داعش خلف القوات التي خرجت من الميادين لصدها. يعني دكتور سيادة العميد، يعني هل نقول أن جبهة النصرة مخترقة من قبل داعش؟ ليست مخترقة، بل مصنوعة. مصنوعة في المنطقة، في المنطقة أؤكد أنا على هذا الكلام، وداعش كانت مطمئنة لهذا الكلام، مطمئنة لها تماما أنه نحن فينا في حال وجود أي جهة حاولت تقاوم داعش في إن ناس، ولا يزال يظهر منهم إلى الآن من عناصر جبهة النصرة ما يعود داعش فيما بعد، وانضموا إلى صفوف داعش. وهذا لا يعني أن كامل جبهة النصرة مبايعة، إنما لا يزال الآن في صراع كبير جدا بين داعش وبين جبهة النصرة وجيش الحر والداعش في الميادين، ويقضون مضجعهم كثيرا، يعني في قتل يعني لا يكاد يخلو يوم من قتل في صفوف داعش في الميادين. نعم أكمل. أحب أن أنتقل إلى، يعني ولو أني أخذت من الوقت قد أكون تعديت على حقي وأعتذر من العقيد فايز أخوي وصديقي. امتد القتال شرقا إلى الشعيطات، وهنا أحب أن أقف، أحب أن أقف على نقطة لم يقف عليها أحد، وأستغرب أنا لماذا لم داعش بقناعتنا كنا وبرؤيتنا كنا لا نريد أن ندخل الآن في من أو داعش ومن دعم داعش وداعش تتبع لمن، هاي الأمور أجدل فيها طويل، لكن أنا أريد أن أخذ النتائج. داعش هي جزء من النظام، وهذا ليس اتهام، فعلى الأقل أنا أقول من يغذي النظام بالنفط، من بدأ بتصفية رموز الجيش الحر في المنطقة إلا داعش. داعش دخلت بقتال عنيف جدا مع الشعيطات، وذهب من أبناء الشعيطات خيرة شباب سوريا، وأنا أعرفهم شخصيا، أعرف قسم كبير جدا من الثوار الشعيطات الذين قضوا على يد داعش. لماذا الشعيطات؟ لماذا؟ الشعيطات بعد تحرير المنطقة بأكثر من سنة كاملة ولا يوجد شرطي ولا يوجد جندي ولا توجد محكمة ولا يوجد أي شيء من ما يمثل الدولة بصفة، ومن ما يمثل الأمن الحكومي أو الرسمي أو النظامي بصلة، وبقيت الشعيطات عاما كاملا. طبعا أنا لما عندما أقول الشعيطات أقول الجرذي الغربي، البحرة، الطيانة، وانت مكمل في ابو حمام، الغرانيج، الدوير، مناطق واسعة جدا وعشائر كبيرة جدا واعداد هائلة تسكن المنطقة. لم تسجل المنطقة خلال عام كامل دكتور هشام، هاي نقطة ارجو ان الفت انتباه الناس عليها، خلال عام كامل كانت تعيش الشعيطات
بأمان وهدوء، لم تسجل حادثة أمنية، لم يسجل اعتداء بمستوى الملاسنة عام كامل. هذا ما جعل داعش تخترق الشعيطات بطريقة التدمير واستعمال حتى الحرب القذرة مع الشعيطات، لأنه احنا شفنا إبادة وشفنا حرق بيوت وشفنا قتل جماعي في الشعيطات. لذا أنا أقول هون، يعني هاي النقطة اللي بدي أربطها فقط، أن داعش تخدم النظام، الشعيطات كانت منطقة منظمة فأدخلت أو ساندت داعش بأن هذه المنطقة يجب أن تباد. نعم، ابقى معي. هكذا دخل داعش إلى جارزون. ابقى معي المحلل العسكري حاتم الراوي، ونعود إلى المحلل العسكري الأستاذ فايز الأسمر. هل هنالك تداخل خطوط بين داعش والأكراد في مسرح العمليات في منطقة دير الزور؟ هل هذا، إذا كان هنالك تداخل فعلا وأنت قاتلت في هذه المنطقة، هل هذا نتاج عمليات عسكرية أم هو مخططات إقليمية واتفاقيات؟ تفضل. تمام أستاذ هشام، تفضل. بداية تحياتي لك أخي هشام ولضيوفك الكرام الدكتور وائل الحافظ والعميد حاتم الراوي وللسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. أخي هشام، بالنسبة لي لسؤالك، اختلطت الأمور في هذا الأمر، فالأمر يتحمل الوجهان معا، يعني الخطوط صنعتها إرادة دولية، خطوط التلاقي وعمليات عسكرية، نتاج لعمليات عسكرية، والأسباب سأجملها بالتالي: المتغيرات السياسية والمعطيات والنتائج على الأرض هي اللي حملت الوجه هذا، وقراءة مسارح العمليات وتحليلها جيدا يوحي بالأمرين معا. لنلاحظ أخي هشام أنه وللأسف لم يعد هناك من الأطراف المتصارعة على الأرض يتحكم بسير المعارك، هاي قاعدة، وفتح المعارك وإنهائها. فعلى سبيل المثال نلاحظ الخطوط الحمراء، وأنت متابع جيد للثورة السورية، نلاحظ الخطوط الحمراء للثوار التي ترفع في تخوم الساحل والقرى الشيعية الموالية بعد التقدمات الكبيرة لجيش فتح إدلب. فإذا المتغيرات الدولية والسياسات الدولية تحدد خطوط التلاقي وفتح وبدء وانتهاء المعارك. وأخيرا كمان لاحظنا في منطقة السويداء بعد التقدم الكبير بثوار الجنوب باتجاه مطار الثعلب، كمان الخط الأحمر الثاني وإثارة الفتنة ما بين أهل السويداء وما بين ثوار درعا. فإذا خطوط التلاقي بدءها ونهايتها وفتح معاركها بيد المتغيرات الدولية. ونلاحظ أخي بالأمر الثاني، شلون بدها الإرادة الدولية عم تمشي المنطقة؟ نلاحظ بأمر ثاني التسهيلات الكبيرة التي يقدمها التحالف للفصائل الكردية الانفصالية المتمثلة باليبيدي واليبيجي للتمدد على الحدود الشمالية أملا بإقامة الكانتون المستقل. ولذلك من أجل هذا كله، من أجل إدخال قوى جديدة في الصراع مثل تركيا وإقامة خطوط أخرى. نعم، المحلل العسكري فايز الأسمر، أنت معي؟ نتوجه بالسؤال إلى الدكتور وائل الحافظ من باريس. دكتور، لماذا لم يسارع الائتلاف للنزول للأرض المحررة الواسعة ويستفيد من ثروات دير الزور للصرف على الثورة؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. أحمل الشهداء والدعاء والجرحى بالشفاء ونصر المؤزر أكيد وقريب إن شاء الله، الثورة المباركة بإذن الله إن شاء الله. تحية للسادة المستمعين وللأخوة ضيوف، حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا. طبعا أنا وددت بس أتكلم، سمعت الأخوة أتحدث بقليل من الوقت. تفضل. عن الوقت استراتيجي وأهمية دير الزور. تفضل. دير الزور هي عقدة العقد، بالإضافة إلى ثرواتها الهائلة والتي كانت تستهلك سابقا ولاحقا لأطراف من خارج ما يهم ويؤدي ثمار للدولة السورية، كانت تسرق. يعني في السابق كانت المدينة وأهل المدينة والريف، مقصود المحافظة، كلها مهمشة، بالإضافة إلى التهميش الآخر للجزيرة والفرات بشكل عام، كان تهميشا ناتجا عن نسيان، عن إرادات، عن أن الآخرين في باقي المحافظات من المسؤولين وأصحاب القرار يعتبرون أن هذه المدينة هي نائية نامية، تسميات كثيرة لا أريد أن أجرح من مشاعر الأخوة ومشاعرنا، كانوا هكذا التهميش.
وكان عملية الحد الأدنى من عملية وضع البنى الأساسية في هذه المحافظة وفي الجزيرة والفرات عموما، والحد الأدنى من الاهتمام، يعني يعتبرونها حاشا لأهلنا بقرة حلوب. فكانت هذه التصرفات من الحكومات المتعاقبة على الأقل منذ الاستقلال، لأنه شكرا لفرنسا التي بنت وطورت المطار وبنت الجسر المعلق الذي دمره المجرم وعصاباته. فإذا هذه المحافظة والجزيرة والفرات هُمشت، وأتوا بال 63، وكان الأفدح منذ عام 66 ووصول العصابة صلاح جديد محمد عمران حافظ أسد، هؤلاء المقبورون الثلاثة اللعناء الذين أنهضوا وربوا المخالب الطائفية القذرة ليهيمنوا على سوريا كاملة وعلى ثروات هذا البلد. إذا هذه المحافظة التي تم تهميشها وعن قصد، هنا نبتدئ منذ عام 70 توضحت الصورة ومنذ وصول المجرم النافق حافظ أسد، هذا هي الهيمنة لسرقة ثروات هذه المدينة، وكان يكن لها عداء خاصا، حتى أن المجرم لم يقم بأي زيارة لها علنيا، ولكن قام بزيارات على آبار النفط، ونحن لدينا معلومات كثيرة ووثائق وشهادات عن وصوله لعدة مرات بالهليكوبترات للاطمئنان على هذا النفط الذي جير لصالح زوجته بشركة الفرات التي طلبت أن تكون العقد بين الدولة السورية وبينها، فتأخذ هي هذه الأراضي كأراضي بعلية تستغلها وتجلب الشركات التي تريد وليس شركة النفط الوطنية السورية. إذن هي حولتها وبعقد إيجار وبدأ الاستثمار، وكل أموال النفط والغاز التي تصدر من الجزيرة والفرات تصدر إلى حسابات سويسرا والنمسا والبنوك الأخرى لعائلة الأسد. ونتذكر حادثة المجرم المقبور باسل أسد وكيف ترك ثروة في بنك واحد في النمسا تقدر ب 17 مليار دولار بعد مشاورات كثيرة مع الحكومة النمساوية التي وضعت يدها على الأموال، حاولوا الهرولة في سبيل أن يستعيدوا، فأخرجوا قصة أن باسل أسد كان متزوج بالسر فاستعادوا النصف، والنصف الآخر أخذته الكنيسة النمساوية والحكومة النمساوية، والنصف المتبقي حول إلى سويسرا لحساب أنيسة مخلوف. إذا كان حافظ أسد اللعين وعائلته اللعينة هم العمليا المستفيدون من كل خيرات هذه المنطقة التي تملك الذهب المتعدد، تملك الذهب الأصفر القمح، وتملك الذهب الأسود الذي هو الغاز النفط، وتملك الذهب القطن الذهب الأبيض، وكل ثروات وخيرات هذه الجزيرة والفرات وبالذات دير الزور التي لم يتطور فيها شيء. البنى التحتية البسيطة المدمرة كانت مياه الفرات تنقل إلى قرداحة وتنقل إلى الساحل، والكهرباء لسد الفرات تخفي خدمة الساحل، كانت هذه المدينة مدمرة، ليس الكهرباء بالتقنين الأقصى والماء في التقنين الأقصى وكل المتطلبات الحياتية، مما دفع الكثير من أبناء هذه المدينة إلى الهجرة المرغمين للتجول في أصقاع الأرض بحثا عن الرزق وبحثا عن العلم والتخلص من هذا الكابوس الذي حول سوريا إلى سجن كبير دمر فيها الشعب، سرق ثرواتهم وخيراتهم وسخر ما تبقى في خدمة جيش أبو شحاطة، هذا الجيش القمعي اللعين وعصاباته القمعية التي كانت تعتقل وتقتل وتدمر وتسحق وتنشر الفجور والفساد وإبعاد الناس عن الأخلاق والدين. هكذا هي سوريا المدمرة. من كل هذا الدمار نهض المارد العملاق الذي اسمه الثورة المباركة لتهز أركان العالم والمنطقة، وليس فقط العصابة القرمطية الحاكمة في سوريا، فها هي إيران ترتجف، وها هي كل المنطقة ترتجف خوفا من انتصار الثورة المباركة وباستطاعتنا التطوير. آسف أطلت. نعود إلى الوضع الآن، الوضع العسكري وأهميته. دير الزور هي عقدة العقد في التواصل مع العراق وفي التواصل أيضا عبر الصحراء باتجاه التنف لتذهب باتجاه الحدود الأردنية. هذا التشكيل وهذا الموقع الجغرافي بالإضافة إلى الثروات، وسأعود إليها، الموقع الجغرافي الذي يعطيها أهمية خاصة وهي ثاني أكبر محافظة في سوريا بعد حمص التي ضمت تدمر، فبذلك أصبحت المحافظة الأولى. إذا هذه المساحة تعطي هامشا لمن يتملكها ويهيمن عليها من الحركة ومن اللعب الاستراتيجي العسكري وحتى السياسي وفي المقايضة في اللعبة الأمنية السياسية. لذلك أعدوا أوراقهم العصابة الأسدية ومنذ زمن بأنه في حال هناك بلبلة والثورة قادمة، لأن أهل الباطل يعرفون أن أهل الحق قادمون ولا بد في يوم أن يأتي النور ليسحق الظلام، هكذا أعدوا أوراقهم. فكان منذ بدايات الثورة إخراج السجناء الجنائيين وكل التنظيمات التي كانوا سابقا قد أعدوها للتفجيرات، ودربوا قسما
كبيرا منها في سجن صيدنايا، كانوا يدخلون ضباط وعناصر وصف ضباط يدخلونهم إلى السجون في وضعية مساجين ليدرسوا عن قرب تصرفات أهل اللحى والدين والحقيقيين والمزيفين المتواجدون في السجون. وربوا، نتذكر تدخلاتهم، وكان أبو القعقاع وقضيته وكيف يجمع ما يسمى المجاهدين ليرسل القسم منهم إلى عمليات في العراق ولخدمة المخطط الأسدي وليس لخدمة المقاومة العراقية والإسلام ودحر الاحتلال. إذن هذا النظام المجرم وبالتعاون مع المخابرات الإيرانية والإسرائيلية كانوا يعدوا خططا ليزرع الإرهاب. بشار أسد وحافظ أسد المقبور النافق وكل هذه العائلة وهذه العصابة الحاكمة هم أكاديمية للإرهاب، أساتذة وعلوم وضباط كبار. أساتذة ليه؟ ماذا؟ أخذوا سابقا كل خبرات الجهاز المخابرات الألمانية الشرقية، نسيت اسمه، وجهاز الكي جي بي، وأخذوا الآلات والتحديثات الغربية وجمعوها بالحقد الصفوي مع ما كان لديهم من خزين 50 عاما من ميزانية الدولة للأجهزة القمعية. كانت الأجهزة الأمنية متوزعة، النصيريون في كل مكان، بني قيقي هم من يهيمن، هم من يقتل، وهم من يصدر الأوامر، والأذلاء الباقين المتواجدون في صفوفهم ينفذون الأوامر للأسف الشديد. لن أحاسب أحدا ولن أحاكم أحدا، هذه شغل الثورة ومحاكم الثورة فيما بعد، إنما نحن نطرح الحقيقة لتكون واضحة للجميع. إذن هذه الأيمنة الأمنية والقمعية، هذه العنصرية الطائفية المجوسية التي توضحت في قبل حتى أطلقت الثورة ودفعتها إلى الانطلاق بهذه القوة وهذا التصميم، كانت هذا الظلم اللامسبوق، هذا الظلم الكبير. فأعدوا واحدة من خططهم اختراع نقل الصراع الإعلامي السياسي من الحديث عن ثورة شعب للشعب العربي السوري البطل العظيم إلى عملية أنها عصابات بدأوا في الترويج. تتذكرون في بداية الثورة عصابات متطرفين، سعد الحريري، بندر بن سلطان، اخترعوا، لم تمضي كثيرا، فشلت، حولوها إلى عصابات مسلحة. وهنا فرضت الثورة على اللغة الإعلامية تسمية الثورة السورية المباركة، غير أنهم أعادوا الحسابات، وعندها تدخل الروس وتدخل الأمريكان بعد أن أصيبوا جميعا ببلبلة في صفوفهم وباتخاذ القرار. الثورة السورية كانوا متفاجئين، كانوا يعتقدون أننا شعب قد دمر وشعب لن يستطيع القيام، فكانت ثورة القيامة. فهكذا استعادوا بعضا من زمام أمومهم وبدأوا بالترويج الإعلامي، عصابات مسلحة قتلها همجيين إرهابيين، فأتت عملية خلق أصحاب الأجندات، فأتت داعش، وللأسف أيضا أتت أخواننا من جبهة النصر في البداية، وأتوا وهم ليسوا جزءا من الثورة، لنكن واضحين وحقيقيين، هؤلاء مجموعات تسمي حالها إسلامية بوذية، ماذا يريدون؟ هم مجموعات مسلحة يمتلكون برنامجا ويمتلكون أجندة، وأنا لا أقصد هنا المقاتلين البسطاء الذين ينفذون ولا يعرفون في كثير من الأحيان ماذا يفعلون، أنا هنا أقول عن القيادات التي تمتلك القرار. فأتت النصرة وإن أدت دورا وطنيا إلى الآن، وأتمنى أن يكون، ليسوا هم أتوا لنصرتنا وليس لينتصروا علينا. فالزمن المستقبلي سيكشف، يعني لولا اشتعال النار فيما جاورت ما عرف طيبا عرف عودي، إنما نعود إلى تنظيم داعش، هذا التنظيم اللعين الذي يستعمل، وكما حركة الحشد الشعوبي في العراق، عملية الإرعاب والوحشية الزائدة، وهذه تسمى في اللغة العسكرية طريقة المغول، الهولاكية من هولاكو، وكيف كان في الحروب المغولية واقتحام بغداد بعد أن فتح أبوابها ابن العلقمي اللعين، وهكذا، أي أن يسبق الخبر المرعب وصولهم. وهذا الذي جرى، قاموا بالذبح والقتل اللامسبوق، وخاصة ضد الضباط المنشقين الشرفاء، وضد المقاتلين والثوار الشرفاء، وضد المجاهدين الشرفاء. إذن هو تنظيم مجير ووضع في عملية استدرج من العراق الذي كان في وضع مختلف، إلا أن عملية التدخلات المخابراتية استطاعت أن تشكل مجموعات تحت المظلة الكبيرة التي اسمها داعش، وأتوا بهم إلى سوريا أولا لإنقاذ النظام. فنرى أين منطقة يحاصر فيها النظام وتبدأ الهزائم، تظهر داعش، مخيم اليرموك، في القلمون، في مناطق كثيرة، ولدينا أمثلة كثيرة، للأسف الوقت لا يسمح، لكنا استفضنا في الحديث وبالتفاصيل، يظهرون لمساعدة العصابة الأسدية، وبذلك ويفتعلون المذابح والإجرام لينقلوا الصورة عبر الإعلام العالمي، فيساءوا للإسلام
ولوجه الإسلام ولأخلاق الإسلام ولتصرفات الإسلام، وبذلك يديننا بجريمة الإرهاب، بينما الإرهابي هو العصابة الإيرانية، العصابة المجوسية وعصابة الأسد. إذن هم يحاولون النقل هذه الصورة لكي يأخذ الغرب ذريعة إعلامية فيساعدهم تحت ذريعة محاربة الإرهاب. إذن أن يحارب الإرهاب حقيقة هو هذه الثورة المباركة. داعش وغيرها أعطيت لها الأموال الهائلة، في تتذكرون كم من مئات الملايين أخذوا من البنك في الموصل، ثم انتقلوا وأخذوا الآن ثروات النفط والغاز في سوريا في الجزيرة والفرات. صدقوني في حسب التقارير الإعلامية في السنة الماضية كان هناك دخل لداعش فقط معروفا ملياري دولار، وبذلك نراهم كيف يعيشون حياة الألف ليلة وليلة في فنادق الرقة وفي دير الزور، كيف يبذلون الأموال، كيف يشترون، كيف يقتلون، كيف يستدرجون الغرب وشقراوات الغرب ليكون هناك الزواج والاستمتاع والحياة الرغيدة. ومن يقتل هم الغالبية من الناس الطيبة البسيطة التي لا تعرف، من المسلمين أو من أبناء المنطقة الذين كسر ظهرهم الفقر والحاجة والجوع وعدم وجود تنظيم عسكري اسمه الجيش الحر. دمره الائتلاف ودمرته ما يسمى المعارضة ودمره المجلس الوثني، دمروه بأوامر أسلحتهم. إذن هناك لاعبون كثرا ولمعلم واحد. لا أريد أن أطيل، أبقى معي دكتور. الآن نعود إلى المحلل العسكري حاتم الراوي، لماذا بقي مطار دير الزور لغزا عسكريا في الصمود حتى الآن لا أحد قادر عليه؟ يا سيدي، مطار دير الزور أنا لا أقول أنه لا أحد قادر عليه، على الأقل حتى الآن كان مقدور عليه بفترة من الفترات، وأعدت 4 مرات الخطط لدخول مطار دير الزور، وكانت خطط مدروسة ودقيقة وغير قابلة للانتكاسة. يعني خطط دقيقة جدا للسيطرة على المطار، وخلال لا أريد أن أقول خلال ساعات، لكن أقول خلال 2 أو 3 أيام كان المطار منتهي. من الذي أعدها؟ الجيش الحر أم جبهة النصر أم داعش؟ الجيش الحر، لا الجيش الحر، ومؤخرا أيضا ساهمت جبهة النصر بالاشتراك بهذه. وفي كل مرة تأتي الأوامر للجيش الحر من ممولي الجيش الحر هنا، للأسف يعني أنا أتكلم عن نقطة قاتلة بالنسبة لثورتنا. والله لو لم تكن هذه الثورة ثورة عظيمة، ولو لم يكن الشوريون استثنائيون لا قتلت الثورة في مهدها. الجيش الحر، من أين يأتي جيش الحر بسلاحه؟ من أين يأتي جيش الحر بذخيرته؟ من أين يأتي جيش الحر بطعام عناصره؟ كما تأتي جبهة النصرة سيادة العميد، كما تأتي جبهة النصرة بالإمداد لأفرادها وداعش لأفرادها، لماذا؟ أليسوا من نفس المنطقة؟ أليسوا بشرا مثلهم؟ لا أخالفك الرأي دكتور هشام. جبهة النصرة جاءت كما أسلف الدكتور وائل قبل قليل، جبهة النصرة وداعش جاءوا ممولين مسبقا وجاءوا محتاطين مسبقا. نحن كنا نراهم على الأرض يأتون بإمكانيات العسكريين القادرين تماما على تغطية أي عمل يقومون فيه، بينما الجيش الحر يعني كلياتنا نعرف الدهر وغطاء. الجيش الحر عبارة عن إما ضباط وعناصر منشقين من هذا الجيش، يعني خرج ببدلته إذا استطاع أن يطالع بندقيته معناته يكون يكثر على خيره، وأما أنه مقاتل من أبناء سوريا باع غرض أو باع الدراجة أو باع أحيانا دكانته مشان يروح يشتري بندقية ويدخل يحارب مع الجيش. فالجيش الحر أصلا دخل بإمكانيات ضعيفة جدا، لذلك بقي هو بحاجة إلى من يدعمه، وهنا الطامة الكبرى. الداعم هو الذي يأمر بالتقدم وهو الذي يأمر بالتأخر. هذا ما حصل بالنسبة لمطار دير الزور. ولا شو مطار دير الزور؟ من القوات اللي موجودة داخل مطار دير الزور؟ يعني على اتساع مطار دير الزور، احدى الخطط قال يا اخي المطار واسع وكبير جدا. قلنا لهم ايضا لا تنسوا انه يحتاج الى اعداد كبيرة جدا للدفاع عنه عندما يكون واسع، فنحن نستثمر هذه النقطة لصالح الهجوم وليس لصالح الدفاع عنه. مطار دير الزور كان بالامكان السيطرة عليه بكل سهولة، لكن فعلا تبين لنا أن الجهات الداعمة لهذا الجيش عندما كان جيش أصلا لم يعد هناك جيش حر،
في المنطقة. جيش الحر إما قتلته داعش أو هجرته أو بايعها أو ضم إلى داعش مكران. فهذا وضع مطار دير الزور. وضع مطار دير الزور لم يقتحم بأوامر قولا واحد. ابقى معي. وللحكومة المؤقتة دور في ذلك. لماذا؟ لماذا لم يكن لها دور؟ لا لا، لها دور في عدم اقتحامه، لأنه إحدى المرات كان الاعتماد على الذخيرة والأسلحة التي ترسلها هيئة الأركان، ومع ذلك وقفت. فإذا لا في الائتلاف وهيئة الأركان والحكومة المؤقتة من المشاركة بعدم اقتحام المطار، أو بالأحرى بالتعبير أدق بحماية المطار. نعم. ابقى معي. نعم. ابقى معي المحلل العسكري الأستاذ حاتم الراوي. نعود إلى دكتور وائل. في الثورة السورية لم تتأخر دير الزور في السلمية والعسكرة والتحرير، لماذا نجحت فصائلها في التحرير وبكل أسف فشلت في استكمال هذا التحرير؟ نعم، طبعا دير الزور من الذين لبوا مباشرة، يعني أيام قليلة بدأت المظاهرات وبدأ الحراك الثوري والتظاهر السلمي واستمر سلميا، والناس تتقدم وتفرض التغيير على كل أدوات القمع في المدينة، وكانت هرولتهم هؤلاء الجبناء في الهروب من المحافظة ككل وانعزالهم في مناطق معينة فرضت، لأن كانت الناس مؤمنة، كانت أبناء الثورة يقودون الثورة، كانت الناس في الشوارع. في المرحلة الثانية عندما بدأ فرض الأمر العسكري بدأ ظهور ما يسمى أو سمي الجيش الحر، من مجموعات متفرقة من الناس النشامى الذين لديهم الأخلاق، من الوطنيين، من الأبطال، من الضباط والجنود وصف ضباط المنشقين، من هؤلاء الشرفاء تجمعت، بدأت الناس تجمع للدفاع عن أنفسهم وعرضهم وأرضهم وبلدهم. لذلك بدأ التجمع، هنا بدأت الاختراقات. تتذكرون اللعين النافق المقبور جامع جامع، وكل من كانوا متواجدين من أجهزة المخابرات والأمن والقمع والأمن العسكري كان لديهم شبكات نائمة متغلغلة، بدأوا بتحريكها بعملية سرقات البيوت في إثارة الفوضى، في عملية للإساءة لإسم الجيش الحر، ليصلوا إلى مرحلة إعادة عملية التسمية أنها ليست ثورة وليس جيش حر وطني وجيش ثورة، إنما هم عصابات مسلحة. نجحوا جزئيا في هذا، وكانت الورقة الثانية البديلة لعملية إدخال المجموعات المسلحة بتسميات إسلامية، فبدأت كل من أطال لحيته أصبح شيخا، وقد يكون نصابا، دجالا، عميلا، مرتبطا، خائنا، إلا أن الناس لها نوع من الخشوع كما ككل المسلمين أمام الحديث الديني والكلام، فبدأوا بالتسميات الإسلامية ثم بالأعمال التي لا تمت للإسلام. وهنا كان الاختراق، أجت مجموعات مجندة لديها أجندات كأخواننا في جبهة النصرة، ثم أتت داعش المجهزة والمعدة، وهي الورقة ليست المفاجأة، إنما الورقة الكبيرة التي أعدت للإساءة إلى الثورة وتدمير الثورة والسير في حال الحاجة إلى مخطط التقسيم في سوريا، ومن ثم السماح في حال التطور التدخل تحت ذريعة محاربة داعش والإرهاب. إذن هذه العصابة الإرهابية الأسدية وبالتعاون الدولي أعدوا كل هذه الخطط، وهذا شيء بالساحة السياسية أخواني، لا يلعب الدول وأصحاب المصالح من الدول الكبرى ورقة واحدة ولا يراهنون على حصان واحد، لديهم عدة احتمالات، وفي حال فشل الورقة الأولى تظهر الثانية، إنما من أفشل معظم أوراقهم هو هذا الصمود الرائع لهؤلاء الأبطال، شعبنا العظيم، رغم التضحيات الكبيرة، رغم التدمير، رغم الشهداء والمعاقين والجرحى والتشرد واللجوء، شعبنا في كل سوريا العظيمة العربية الأصيلة مصر ومستمر في ثورة التحرير، وإن شاء الله وتكتمل بثورة التطهير. إذن هم يريدون من هذا الظهور لداعش وهذا العملية، هاي ليس فقط سوريا، الأردن مهدد والسعودية مهددة، والتعاون ما بين الحشد الشعوبي وداعش أمر وارد وسيظهر، حتى تسليم تدمر والصحراء واقترابهم من خط التنف تدخل ضمن خطة التقاء العملاء في سبيل زعزعة أمن الدول الأخرى. إذن التدخل في الأردن كما قلت ليس فقط أمرا وارد، بل هو معد ومعد له، والتدخل في السعودية أيضا مما يسمح لهم في بلبلة السعودية وعملية وضعها بين فكي كماشة الحشد الشعوبي وداعش من الشمال، والإشاعات الطابور الخامس في الداخل، وبعض العمليات المأجورة المشتركة
إيرانيا ما بين داعش والحشد الشعوبي والماذا؟ وتعطى باسم داعش حتى يلصق بالإسلام السني الإسلام الحنيف عمليات الإرهاب وكل الإرهاب الذي يقترفه الروافض وشعوبيون هؤلاء الصفويون لا يتحدث عنه كإرهاب، تحدث أعمال عنف يتم وصفها وبمجازر غير مفهومة وغير مقبولة. إنما نحن عندما تتحرك داعش التي تريد الإساءة لنا تلصق الجريمة بكل المسلمين، هكذا كانت اللعبة المعدة. ابقى معي دكتور وائل، فقط نتوجه إلى سيادة العميد. نظرا لضيق الوقت نريد أن نقسم التوقيت بشكل متساوي بينكما. سيادة العميد، لماذا وقعت دير الزور بيد داعش؟ وبصراحة من المسؤول عن وقوعها؟ دكتور، سيادة العميد، لماذا وقعت دير الزور بيد داعش ومن المسؤول عنها؟ من المسؤول عن وقوعها؟ دكتور هشام، أجبنا عن هذا السؤال بحديثنا. وقع دير الزور بيد داعش للعب على هذه الورقة مسبقا لتجفيف منابع الدعم عن الجيش الحر في حصر العسكري عساكر النظام وجيش النظام ضمن هذا الهلال الذي هو نوهنا عنه قبل قليل. نعم. دخول جبهة النصرة وانتشارها بشكل واسع وهي مغذاة ماليا مما جعلها تستقب عناصر الجيش الحر، وشكلت قسم كبير منها خلايا نائمة لداعش. نعم. دخلت مرتاحة داعش. داعش لم تواجه قتال من العشائر، لأن العشائر أشلفنا قبل قليل عن وضعها. نعم. دغدغت قطفهم وشرت ولاءاتهم، ولكن سيادة العميد هنالك من يؤكد والمراقبين الأمنيين يؤكدون بأن الفصائل الجيش الحر مشردمة قبل وصول داعش، وأنت أبن المنطقة وتعرفها. داعش، أنا أقول هذا الكلام، على هذا الكلام، فصائل الجيش الحر قبل وصول داعش شردمت. لماذا شردمت قبل وصول داعش؟ لماذا جففت عنها منابع الحياة كاملة، جفف عنها أي نوع من الدعم؟ نعم. لذلك وبدأت تظهر جبهة النصرة. هنا أصبحت ترى جبهة النصرة، مقاتل في جبهة النصرة مؤمن له كل شيء، والمقاتل في الجيش الحر يعمل قيلة يشتري أنت يومه وبعض الطلقات. سيادة العميد، أكمل فكرتك. هذا ما جعل الجيش الحر يتفتت، وداعش عندما دخلت لم تحسب له أي حساب لأنها علمت أنه انتهى. فشويت الأرض، لا فلحت الأرض وشقيت وجهزت تماما. وأؤكد أنا أن من فلح هذه الأرض ومن سقاها ومن جهزها لإنبات داعش هم الائتلاف والأركان. ابقى معي سيادة العميد، ولكن فقط لنستكمل الفكرة. من المحلل العسكري فايز الأسمر، أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. أولا نريد أن تكمل فكرتك وتذكر لنا كيف فرط النظام بتدمر بثلاثة دقائق. تحياتي لك أستاذ هشام. أهلا وسهلا بك. طبعا تتمة للفكرة التي طرحتها بداية عن تداخل خطوط التلاقي، كانت الإجابة مثل ما قلنا المتغيرات السياسية أخي هشام، والمعطيات والنتائج على الأرض وقراءة مسارح للعمليات وتحليلها جيدا مثل ما قلنا يوحي بالأمرين معا. يعني هناك تدخل دولي بالتسيير وبدء وفتح ونهاية المعارك، وأيضا هناك متغيرات نتيجة تقارب خطوط التلاقي بين الأطراف المتواجدة والمتصارعة على الأرض من جيش حر وداعش ونظام إلى آخره. فعلى سبيل المثال مثل ما قلنا نلاحظ الخطوط الحمراء للثوار بعد النجاحات، وخاصة لجيش فتح إدلب بعد النجاحات ووصوله إلى تخوم سهل الغاب وإلى تخوم القرى العلوية، هناك خط أحمر
رفع لجيش الفتح بعدم التقدم بتلك المناطق، وذلك من أجل تقريبا الحجة المعروفة وهي حماية الأقليات على حساب الأكثرية. نعم ومن ناحية أخرى أخي هشام، كمان المتتبع يلاحظ التسهيلات التي قدمها التحالف متمثل بأمريكا للفصائل الكردية الانفصالية من مثل ما قلنا اليبيجي واليبيدي من أجل التمدد على الحدود الشمالية أملا بإقامة الكانتون الكردي المستقل، وذلك أيضا له هدف أسمى من التحالفات الدولية وهو إدخال تركيا في خضم الصراع السوري. ولاحظنا بالفترة الأخيرة مثل ما قلنا محاولتها للدخول بعمق 100 بعمق 30 كيلومتر وبجبهة 400 400 طبعا 110 كيلومتر لتأمين حدودها وأمنها القومي المفاجئ. يعني للأسف أنه داعش موجودة على الحدود من سنة والأكراد موجودين كمان من فترات، فأتصور أنه الأمن القومي المفاجئ للأتراك حظهم على هذا التصرف. أكيد هذا الأمر ضمن تغطية دولية يا أخي. إذا نعود إلى بقية السؤال، كيف فرط النظام بتدمر؟ هل هو فرط انسحب منها انسحابا مدبر، أم هو سلمها للتنظيم الدولي للسيطرة على الفرقلس؟ وأنت تعرف معبر التنف وأبو الشامات ومطار أبو طول ولغاية دمشق مع مرور مع معبر السين أو مطار السين العسكري، تمام أخي لماذا هشام. فرط بتدمر؟ بالنسبة للنظام، النظام بتصوري أنا بتصوري وهذا تحليلي، انه النظام لا يملك من امره شيئا، ما بايده انه ينسحب. يا اخي لو انه بده ينسحب كان انسحب من كل المناطق، يعني لو بايده انه يحتفظ بجزء وشبر واحد من سوريا لما كان انهزم لا امام داعش ولا امام الجيش الحر، ولكنه امكانياته التكتيكيه وانسحاباته من اجل تامين كانتونه والخطه بي اللي عم يتراجع عن اراضي وانسحابات تكتيكيه الى الوصول الى دمشق ومن دمشق معارك الزمدان الان لتامين طريق الامداد تبعه او طريق الانسحاب باتجاه تكوين دولته العلويه. يعني النظام للاسف لا يملك من امره شيء تكتيكيا اخي هشام على الارض، ما بينسحب هو انسحابات، مستحيل انه يسلم الارض، لو بامكانه اعاده تمدده في كامل التراب السوري كان تمدد وما انسحب عن سنتيم، ولكن تحت ضربات الثوار من جهه وتحت ضغط داعش من جهه اخرى، واكيد له اهداف كمان هو عم يرسمها من اجل تلاقي الجيش الحر معه، يعني انا ومن بعد الطوفان، يعني بمعنى انه انا ومن بعد الطوفان كل اتنازل لكم الشكر، عن الارض ولكن لاجركم الى حروب اخرى. وصلت الفكرة. كل الشكر والتقدير للمحلل العسكري العميد الركن الطيار حاتم الراوي، والمحلل العسكري العقيد الركن المظلي فايز الأسمر، والمحلل الاستراتيجي الدكتور وائل الحافظ من باريس. وإلى لقاء يجمعني بكم، هذه أغلى أمنياتي. الرادار، تحليل استراتيجي عسكري مع هشام خريسة.